أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ سوداني مقيم بالدوادمي، يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي أن أحج عن والدي مع العلم بأنه لم يستطيع، ولكن أنا والحمد لله أستطيع أن أحج من هنا أي من المملكة، مع العلم بأنني لم أقضي فرضي من هذا الركن العظيم؟ لا يجوز لك أن تحج عن غيرك إلا بعد أن تحج عن نفسك أولا، هذا من ناحية. الناحية الثانية: إذا كان والدك يستطيع السفر للحج فإنه يأتي، فإذا أردت أن تبرع وأن تحسن إليه فإنك تأتي به وتنفق عليه ويؤدي الحج. أما إذا كان الوالد على قيد الحياة ولكنه لا يستطيع الحضور لمانع صحي يمنعه أو مانع بدني يمنعه من الحضور، وهذا المانع مستمر ولا يرجى زواله، كالشيخ الهرم الكبير والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه، فلا مانع أن تحج عنه بعد أن تحج عن نفسك، ولكن تأخذ منه التوكيل، تأخذ منه التوكيل تحج عنه وتكون قد بررت به وأحسنت إليه. وأما إن كان ميتا فإنه لا يشترط إلا أن تكون حججت عن نفسك أولا ثم تحج عن الميت. نعم.